السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يوتيوبر كويتي مشهور من مواليد 1998، يبلغ من العمر 23 سنة، واسمه الحقيقي هو حسن سليمان المعروف باسم أبو فلت أما بالنسبة لا اسم اسم قناته على موقع يوتيوب، وهو صانع محتوى كويتي على اليوتيوب. بدأ مؤخرا في 2016 على اليوتيوب، ولديه حوالي 5 ملايين مشترك على موقعه الشهير على اليوتيوب. يعتبر حسن سليمان الملقب باسم أبو فلت من أكبر صانع المحتوى في المنطقة العربية، حيث تتركز فيديوهاته حول ألعاب الفيديو بشكل عام، ومن ضمنها ببجي موبايل لا أن قناته، والتي وصل عدد متابعيها لا ما يقارب 10 مليون. تتنوع من حيث المحتوى من ألعاب لا فيديوهات كوميدية أو فيديوهات من حياته اليومية، ليصل مجموع عدد مشاهدات فيديوهاته لا أكثر من 1 مليار مشاهدة على اليوتيوب، بالاضافة الى 300,000 متابع على تويتر و2 مليون على انستغرام. يدرس حاليا في الجامعة حتى التخرج، حيث ينظم وقته جيدا وينزل مقاطع الفيديو من القناة جيدا. ولدى ابو فلاح ايضا حوالي 900,000 متابع على موقع انستغرام الشهير، وتعتبر قناة ابو فلاح واحدة من قنوات متخصصة في العاب الفيديو، واحيانا يصور ويصنع مقاطع اخرى على قناتك. حسن أبو فلت قام بعمل عدة مشاريع خيريه، ومن أهمها قام ببناء مسجد من خلال جمع التبرعات منه ومن أتباعه، وسيكون هذا المسجد صدقة مستمرة له وللمتبرعين وكذلك للمشتركين في قناة أبو فلاح. وقام بتخطيط وإنشاء حملة جديدة بعنوان بئر أبو فلت ومتابعتها، وسيذهب هذا البئر إلى مالي، حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من نقص المياه، وهذا العمل يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، أطفال ونساء القرية. كما قام بتوفر المياه النظيفة والدش السلس لأكثر من 500 شخص. يدرس حاليا في الجامعة حتى التخرج، حيث ينظم وقته جيدا وينزل مقاطع الفيديو من القناة جيدا. ولدى أبو فلاح أيضا حوالي 900,000 متابع على موقع إنستغرام الشهير، وتعتبر قناة أبو فلاح واحدة من قنوات متخصصة في ألعاب الفيديو، وأحيانا يصور ويصنع مقاطع أخرى على قناته. حسن أبو فلت قام بعمل عدة مشاريع خيريه، ومن أهمها قام ببناء مسجد من خلال جمع التبرعات منه ومن أتباعه، وسيكون هذا المسجد صدقة مستمرة له وللمتبرعين وكذلك للمشتركين في قناة أبو فلاح. وقام بتخطيط وإنشاء حملة جديدة بعنوان بئر أبو فلت ومتابعتها، وسيذهب هذا البئر إلى مالي، حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من نقص المياه، وهذا العمل يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، أطفال ونساء القرية. كما قام بتوفر المياه النظيفة والدش السلس لأكثر من 500 شخص. أصبح أبو فلت أحد أكثر مستخدمي يوتيوب الجدد نجاحا وشعبية، حيث أن هدفه التالي هو الحصول على 10 ملايين متابع على موقع يوتيوب الخاص به. بدايات قناة أبو فلت على اليوتيوب لم يكن اسم القناة أبو فلت، بل كان اسمها قيمز فلت، وبعد مدة تم تغييره الاسم. هذا الاسم ليس له أي معنى عميق، مجرد اسم عشوائي، حيث يبلغ عدد مشتركين أبو فلت على اليوتيوب حوالي 17 مليون والنصف. وحيث يتمتع أبو فلت بالبساطة والروح الطيبة والقلب النقي، وبفضل طيبة قلبه والصفات الطيبة التي يمتلكها، جلب له هذا العديد من المشاركين في فترة قياسية. ذكر أبو فلت في أحد مقاطع الفيديو الخاصة به أنه لم يركب طائرة ولم يسافر إلى أي مكان من قبل، ويتهم البعض أبو فلاح بنسخ المدون الشهير بندريتا على اليوتيوب. قال أبو فلاح: إن لكل إنسان شخصيته الفريدة، ولا تقارن أو تقلد أحداً،